دمان مشايخ ذا معلمين تا يدمان مسؤولين تا انت شرع عندك يسني انت شوكته آديات بان مارت أسود وين يا كلمات كود قالقة أو ينقو عن فعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. موضوع عاد وين بعلماء النقاش كيان ومد والبا وقت يسوب بهن يهي إلهي سبحانه وتعالى وحو الباء وشيقي إننا وحونا أمري إن إلهي وقبقنا ذاتك اللغوت المامة إلهي إن بقيت ديسا أيوكو كسي فيسن يهينا وذاتك أهل الدين كالله نقدر إنما يخشى الله من عباده العلماء وحو الباء للسمايين وحو ناكسن فإن خير الكلام ما صدقه الفعل إنه إسوافقه فعل كل السمين يه يقول كل واحد ليه وهذه أن ماشى أنا وحوق هذا لنا برينا وحنا ربنا عسك السمين له وحسكينا يماها قف والبوح أجي هاي ما علم بعضك وحك رمياه نور لبعض وأه إسأمين الدع وحكينا ينا وحويان شتري قف كانوا سيدو كقولب باللمي إنه كبحيه وحكى له أبو قفك مغلياه راو هذا الكي وانا اكسنا وحيا بي هادو وانا قبضنا وبلشدو ماشا ايكا سوقاتين وحبك متشيران ماني والبيد عيان علماء كالينا ما هاني أن نقرد المسلم كرمو إلهي نامري إلا وحا اللون نادي انتا شركة فرد ماها يا أيها الذين مركا اللون الدين يمحالو حيشيي كوي آمنوا إلهي الرسول كود الرميو قف والبو مؤمنة يا وحى الأمر إلهي نكبقه اتقوا الله في العلانية وفي السر مال والبا من حيث كانوا في مشارق الأرض ومغاربها إلهي أنا وعبسون اتق الله حيث ما كنت وحلو السيدري وكونوا مع الصادقين مركة ليذن كرب إن الضموة نكسن قتين صادقين تكو ضيضة وحسن أولئك رفيقا ومن يدعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محل وحجي لو قد أمرش وحسن أولئك رفيقا داد ربطو إن الضوء ونكسن لفريسته لشيكيسته لحريرته قام لقارته ككل صوناته وحليبته رفيق ونكسن هالنقضه أدون إلهي كحران رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي النص والدرينا تابع صن مسكح ذي سئي الرأي سيقه الرئيضه إلهي أوامرته وبحنيه إيا رسولك سنة عليه الصلاة والسلام إيا ضدك وناك سناء وإلهي كبقي وضدي أي مرين كوا الله نقدره وحمر والبنبأ نبي أنه حليت عليه الصلاة والسلام إذا حدثتم مركي آت شاكين إيسان أصدقوا إذا حدثتم رل شاكا مركات شاكين إيسان يعني النفط إذا إيا النفط إيا النفط إنت النمقلة إذا إيا إنت مسؤولين تا إيا قف والبو مال حتى معلم كاه سكول دوكسي قف والبو مسؤوليات سارن تاي يعني مركو بلشدي أو مسؤول كاو شاكين يدو بانو شاكور المها الصغير هذا ما أنت واحد أكتهين وحي ربنا هذا الشيكتو حتى كفتنا الرومي ومليان بنت الشرعي قد دي ليرا حمانت اي قبطها لغا الشيكيو كلي قيد بدل يا بيسا وحي كتبتو تلماميان انتاسو كيلو متر ملائكتو قفك اني كفقان ايان قرونك كسو بحيا افكي سمركو بنت الشيكيو إلا قلبي سيلاه اجيري موكتي مؤمن كنا ماهن على مدي سبان ماهن منافقة ايان لغو تلماما مركو كولا وحكو كولا بلمو بلنت انو كبحي مركي الا امنو امن در انو كدقمي مركو دارن اي ام دوداي بان اي بلاي انو اسكو قص منافقه لو تلما ما سوما الهي منافقين نغو مدرو دد وناكسن او اسلام ك اندهودي اه وحا لا يرا دعوه الله نغا دغ هورت وحا لا يرا مركا دعوه لا هادلي دعوه الدينيه الدعوه في الاسلام وحي النقطة الدعوة بالفعل والدعوة بالقول
dadka inaad ugu yeerto qowlkaaga oo uga sheekeydo nabigu sidaan u yiri alayhi salaatu wa salaam ilaahay diintiisa wuxuu dadan been amartay sidaan ba islaamku u wanaagsan sidaan ba jaaliyada u wanaagsan sidaan ba community-yalku u wanaagsan sidaan ba mujtamaacu u wanaagsan marka aad qowlkaas ummadu ugu sheegayso wal fi'lu aqwa min al qawl waxa ka sii xoog badan waxay ka fiirinayaan hadii oo iskhilaafo ficilkaaga iyo qowlka dadka shala kula hadlaysay waxay leeyeen ma nagu xasno sheegaya qofku aamiraya lama arko waxaan laga bilaabo min ra'iis min wazir min sheekh min talmiid wa daalib kulli markii la soo duuduubo naftayda iyo naftiina iyo nafta intana maqleeb ugu dardaarmaya waa inuu qowlkeenna iyo ficilkeenu iswaafaqsanaado ilaahayna aan ugu cabsano ummaddu markaas adoonba wax u sheegin bay iska ka qaadanayaan warkaaga waxa wanaagsan baa ma u dhaho gaaminayo daliil u ah waxaad ogtihiin sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistii waa wada taqaaniyeene nabiga marka loo yimaado oo arko asxaabta asxaabi mathalan ba weesada u baahan oo kaleeto intuusan qowlka ugu sheegin ayuu tusi jiray sida loo weeso qaato ficilka markuu sameeyo qofkii maba u baahna sheegid kale ficilka u fiirsana soo maaha marka khayr allah idin siiyo kelimaad yar yar oo shan daqiiqa baa la yiri waqtigan aan ku dheerayo ma rabo culummadu qurbahaas culummada ka timid baan ku jirnaa dalkaana duruusta ka bixi jirtay oo aad ugu faraxsan maanta inaan aragno ama ku soo laabno dalkeenniyo nabad noo ah ilaahu nabad nooga dhig ummaddeenniyo isjecel amnigeenniyo sugan masaajidiyo camiran madaaristiyo camiran jaamacadihiyo camiran maraakistiyo camiran waajibaadkeennii xajka dhulkaa sidana lagugu dhibay wasiirka xataa waa joogaahay saradadaba intaan ku dabafay shar aniga dilahay idma xataa maxaa ila waxa weye dalka xajka soo dhib hadda ugu noqday inta in laga xajiyo qof walba ay noqotay macal kuwii qurbaha jiray marka waa soo wada soconaahe kullihana la soo dhaweeye wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.